صباح الخير وأهلا بكم. في زمن ويكيليكس السعودية يأخذ فهم السياسة اللبنانية منظارا مختلفا في وقت تتزايد الأزمات من الرئاسة إلى الحكومة والتعيينات. في هذا الوقت ميدان المنطقة يبدو فيصلا من جنوب سوريا إلى شمالها مع تداخل الأوراق والمعارك والأهداف. حوار اليوم يتابع المشهد العام مع ضيفنا مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران. صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. أول شيء يعني كنا محضرين ضيف احتياط لإذا أبو صالح طرابلسي نفذ تهديده يكون في حدا جاهز على في مثل بشع نبلش فيه على بكرة الصبح، بس هو هيك الكلب اللي بيعوي ما بيعض، فهو الكلاب بيعوي ما بيعض. بس كان تهديد جنبي. لا بس رب العالمين يريد يا رواد إنك تبقى حي، ما في عبد بالكون بيقدر يموتك، وبس رب العالمين بيقدر انك بدك تموت ما في عبد بالكون بيقدر انه يحييك. صحيح. الحياة والموت بايد رب العالمين مش بايد هول العبيد، كيف اذا كانوا هول العبيد ظلميين وشيطانيين. طب عرفت مين بيكون ابو صالح طرابلسي؟ يعني على تويتر موجود جهاز، بس فعليا جهاز الامن اللي تواصل معنا اللبناني بلغنا انه هو من جماعة شادي منصور ميكس. شادي المولى واسامة منصور. شادي منصور يعني هو من جماعته، انه بعتقد طرابلسي لبناني. طرابلسي لبناني ومرصود من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، بيبقى أنه يكمشوه. عاكل حال، الحمد لله على سلامتك. لا لا مش محرز، وحياتك مش محرز حتى السؤال. بالوقت للعسكر اللبناني منتشر من عكار لراس بعلبك للقاع للجرش لتوصل لجرود عرسال وانت ونازل على النقورة بوجه العدوين الإسرائيلي والتكفيري، بالوقت اللي فيه مقاومين بدرجة حرارة 5 تحت الصفر بالألمون، عيب نحكي عن حالنا بهيك قصة تافهة وبسيطة. مرق الأصعب منا، ربنا وحده بحط الروح وربنا وحده بشيلها. صحيح. قبل ما بلش بموضوع ويكيليكس اللي رح يكون دسم بهذه الحلقة رح أبدأ ب قل أنتو الـ OTV أكتر حدا مبسوط. ليه؟ لأنه اسم الله ولا ويكيليكسية لا أورانجية ولا OTV على القليل لهلأ. لهلأ؟ هلا شكلهم جماعتنا واسقين من حالهم. واضح. ما بينخل. أو بيأكل قتل اللي بيروح. على كلهم في حدث أمني فرض حاله اللي هو شيء اللي صار بصغبين اليوم بعد ما تحدد شو هو، صاروخ انفجار ما بعرف شو عندك معلومات حد اللحظة قبل دخولنا الاستديو. المعلومات الأولية إنه طائرة استطلاع إسرائيلية يبدو إنها وقعت بجرود صغبين. وقوع طائرة استطلاع لحد اللحظة وخبر غير مؤكد أنه ربما تكون طائرة استطلاع إسرائيلية هوت في جرود صغبين. حدا من أهلنا بصغبين منقفها هي نازلة لوحدها بإرادة ربانية ما بعرف، بعد شوي بنشوف. هذا أول احتمال. ثاني احتمال إنه يكون صاروخ، وهلا بنشوف يعني نوع مغادرة إسرائيلية أو صاروخ إسرائيلي. معقول معقول تكون هي طائرة الاستطلاع. أكيد كان في طائرة استطلاع محملة بصواريخ، لأنه بتعرف طائرات الاستطلاع نوعين، في طائرات استطلاع بتصور وبس، وفي طائرات استطلاع عندها القدرة تصور وترمي. كان في طائرة استطلاع إسرائيلية بالجو من النوع اللي بيرمي، يا هي الطيارة وقعت وفجر يرمت صاروخ بعد شوي بعتقد بيطلع بيان عن مديرية التوجيه بيحسم هذا الامر. ان شاء الله بناخذ صوب خلال الحلقه، اذا وردت شي معلومات لك دغري بدك تشوف قديش جماعتنا سريعين. ننتقل الى ويكيليكس. نعم. كيف تبعت اخبار ويكيليكس السعودي؟ انا ما تفاجات بعكس كتار من اللبنانيين، وحتى على تويتر وقت اللي بلشوا الشباب، وبعرف عن محبه وعن طيبه، انه استاذ شوف شوف. يعني انت شو كنت متوقع مثلا؟ انه شو كنت متوقع من مي شدياء او من سمير جعجع او 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 من طبيعي انه يكونوا بالسفاره السعوديه، وطبيعي انه تكون السفارة السعودية هي عم تمولهم. انا كنت عم بعمل جهد شوف اذا في حدا بالمحور اللي هو بمحورنا اذا كان عم بيروح تحت الطاولة على السفارة السعودية هو المهتم. لحد هلا يمكن في اسم واحد مش هيك؟ هلا في 3 اسماء اثيروا بال نعم. بويكيليكس رح بلش فيهم، رح بلش ب 8 اذار قبل ما نروح ل 14. اللواء عباس ابراهيم. اولا اللواء عباس ابراهيم، وبعتقد الموضوع واضح اللي صار، تم القاء القبض على شادي المولوي، كان معه شخص قطري من بيت العطية. نعم. السعودي والقطري بحلبة التنافس قوي، وبعتقد واحد من أسباب تسريب ويكيليكس يمكن يكون القطري هو اللي عم يسرب هالوثائق، أو هو بمكان ما ساعد أسانج للوصول لهالوثائق ضمن الحرب القطرية السعودية. السعودي كان مهتم بالشخصية القطرية مش بشادي المولوي اللي هو العطية، ومش صحيح أنه اللواء عباس إبراهيم هو اللي اجتمع مع السفارة السعودية. صحيح في مندوب من السفارة السعودية وصل على مكتب المعلومات بالأمن العام، ومش مذكر اسم الضابط إذا هو العميد خالد موسى أو العميد منح صوايا، بعتقد واحد منهم. نعم. اجتمع فيه المندوب السعودي وسأله وجاوبه. الموضوع له علاقة باهتمام السعوديين بالموقف القطري وليس له علاقة بشهاد المولوي. بس يمكن البعض عم بيقول انه عباس إبراهيم بده يبادل من السعوديين. عباس إبراهيم أولا أكبر من أن يروح على السفارة السعودية. اثنين مستر مديرية المخابرات، فرع المعلومات، أمن الدولة والأمن العام،
كل هالأجهزة اللبنانية بتتعاطى مع الملحقين العسكريين موجودين بالسفارات. نعم. انا مش عم برر وانا ضد التدخل السعودي حتى مع نانسي عجرم مش مع المؤسسات الامنيه، بس هيدا الواقع. في قطر توقف، في اردن توقف، وفي لبنان اللي هو شاهد المولوي. اجى مندوب السفاره السعوديه يسال عن هيدا القطري واذا كان عنده نيه لتفجير السفاره السعوديه، اخذ جواب من قسم المعلومات بالامن العام. هل قد القصه هيدا حجمه؟ وعباس ابراهيم اكبر من انه يروح عند العسير او غير العسير، وهذا الحكي معروف. الشيخ نعيم قاسم هون ما بيصير، يعني اللي عم بقراه امبارح على السوشيال ميديا حتى بعض الناس اللي هني بجمهور المقاومه، انه الشيخ نعيم قاسم وسمير جعجع اولا لا يستوي الذي يشحذ والذي يطلب فيزا حج. من سوء حظ المسلمين ونحن مسلمين والحمد لله ان المكه المكرمه والمدينه تحت سلطه السعوديه، ولهيك مضطرين اذا بدنا نروح على الحج نطلب فيزا من السعوديه. عاد بس الشيخ نعيم طالب فيزا لخيه. خلينا اللي صار انه السفير السعودي هو اللي زار الشيخ نعيم قاسم بمكتب الشيخ نعيم قاسم بوقت السين سين، حضرتك بتذكر بهديك المرحله كانت ايد الرئيس الاسد وايد الملك عبد الله مع بعضهم اجوا غطوا سوا ببعده، وكان سعد الحريري عم ياكل بوظه بالمهاجرين وعم بكسر باب توما مطرح ما انت بتحب. بهديك المرحله كان كتير طبيعي انه الشيخ نعيم قاسم الله يحفظه يطلب من السفير السعودي فيزا للحج. هل قد ما بحطه بنفس الميزان انه والله سمير جعجع عم بزق مصاري وهيدا مثله، لا هيدا مش مثل هيدا ابدا، هيدا مش مثل هيدا، ولا يستوي الشحاذين والمطالبين بفيزا حج. طيب وهلا اذا هودي سلمنا جدلا انه ماشي الحال اصلا ما في امور ماديه، بس الكلام اللي نقل بالنسبه لنائب علي بزه مثلا له منحى اخر. خلينا نفكك وثيقه الخاينة علي بزه بحاجه انك تقراها بعين امنيه قبل ما تقراها بعين عاطفيه. بعين أمنية في علامة استفهام، هل يراد إحداث شرخ بين حركة أمل وحزب الله؟ إذا بدك تقتل حزب الله روح صيبه بالشرخ بينه وبين حركة أمل. شوف حزب الله سهل عليه واجه إسرائيل وسهل عليه واجه التكفيريين وسهل عليه واجه 14 أذار، لكن أنا بعرف أنه سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله مستعد أنه يحارب العالم كله وما يضرب كف لشب حركة أمل، لأنه بيعرف هذا الكف هو عم يضربه على نفسه وعجلته. طيب شو سر هالمصادر المقربة من الحزب؟ أولاً الحزب نفيها عال في 70,000 وثيقة. نعم. كل الوثائق عم بتسمي إنه فلان الفلاني بالوسيلة الفلانية أو بالجهة الفلانية إجا عم يطلب هالقد وهالقد. ليش بهالوثيقة مش محطوط اسمه لهذا المصدر؟ حطي مصدر مقرب من حزب الله. مين هو المصدر المقرب؟ إذا واحد عم بيراسل مسؤوله بيكتب له مصدر مقرب أو بيسمي له هذا المصدر. أنت بتطلع بالصحف وبتكتب بعيون النهار بعيون السفير مدري وين بالأسرار إنه مصدر مقرب، بس رسالة رسمية بنكتب فيها مصدر مقرب أنا بعتقد كان المطلوب من هالوثيقة إنها تكون وشاية لأحداث شرخ بين حزب الله وحركة أمل. هي واحد. اثنين، إذا في مصدر مقرب من حزب الله عم بزور السفارة السعودية سهل إنه نعرفه مين، لأنه إذا قرينا كل الوثائق خلينا نشوف مين هني الأشخاص اللي قراب من حزب الله اللي هني على حد قلة الشرف بالسفارة السعودية. مين هن بالأبط؟ خلينا نشوف 70,000 وثيقة بدنا ننطر بعد. بيني بينه هلأ توضحت الصورة من هو. ما بعطيهم شرف إني سميهم بس بعتقد. بس نعرف مين؟ بلشوا يبينوا، بلشوا تقريبا يرسم ملامح وجههم وأحرف الأولى من أسمائهم. أعطينا أول حرف. ما بين فيهم يراجعوا اللبنانية. اثنين. وضحنوا شوي ساعدهم بحرفين، أول حرف من اسم أول حرف من العائلة. أهم من هيك. نائب بحركة أمل. كيف بده يخرق حزب الله؟ إذا نائب بحزب الله إن شاء الله يعرف شو عم بيصير بحزب الله، بده نائب بحركة أمل يخرج حزب الله. حزب الله بيعرفوا فيه بالملفات المعنيين، يعني المسؤول بالملف الأمني الحاج وفيق صفا بيعرف بالأمن، بس إنه نائب بحركة أمل بده يعرف بالأمن بقلب حزب الله. ثلاثة، علي بزي إجره أنظف من كل هذا الحكي، عالصبح كمان. مش علي بزي اللي بيتهم بهالتهم. طيب ليه بدنا نصدق كل الوثائق عن 14 أذار؟ لا أنا بقول لك بدنا نصدق أنا بقول لك عباس إبراهيم ولا علي بزي. أنا بقول لك لو قال أن النائب علي بزي بتاريخ كذا اجتمع معنا في السفارة وقال كذا 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 بلش صدق أنا وياك. نعم. بس وقت اللي بقول إجا مصدر مقرب عني قال لي إنه في نائب بحركة أمل اسمه علي بزي مخترق حزب الله عبر السي آي إيه، كيف الحديث؟ واحد بحركة أمل كيف بيكون مخترق حزب الله؟ ولكن بيكون قاعد بحزب الله إن شاء الله بيكون عارف شو عم بيصير. أنت بتعرف حدا بحزب الله من أول الشباب؟ بيكون مرته عم تتحذر شو اسمه الحقيقي، بده يعرف علي بزي شو عم بيصير بحزب الله؟ لا الحكي مش مزبوط ومش دقيق، وانا على مسؤوليتي في نواب اعضاء وهلا بدهم يزعلوا بكتله الوفاء للمقاومه، ما بيعرف شو عم يصير بحزب الله، ما بيعرفوا وهني ما بيسالوا انهم يعرفوا. طيب بس استاذ سالم في شغله هون بتضرب صدقيه. طيب ويكيليكس سؤال، سؤال بدي لما بدهم ينفوا هيدي المعلومه، اذا هلا طلع انه ملحم رياشي عميل يخترق التيار الوطني الحر
بتصدقها؟ شاب القوات اللبنانية كيف بده يكون عميل بيخترق التيار الوطني الحر؟ بس الوضع بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مختلف غير وضع حزب الله والله الله عليك ما حزك مزك. لا مش مزبوط الحاجة. إبراهيم كنعان وملحم سميت لك ملحم رياش عن قصد. نعم. رايحين جايين مع بعض وأنا مبسوط فيهم. وأنا مبسوط فيهم. معقول يكون بكرة الطيار مخترق ملحم رياش؟ هذا الحكي مش مقبول. ما هذا الحكي مثل هذاك الحكي. ننتقل إلى 14 أدار. مين أكثر شخصية بالأسماء اللي نبشت وثائقها لهلا فاجأك إنه ما كنت متوقع إنه هذا بياخذ مصاري؟ عم بيعرضوا إنه في حدا بفاجئك. هلا فاجأوني يمكن بطريقة التخاطب مع السفارة السعودية وبهيدي الدنيا. يعني في واحد بيقول لهم إنه يا بتعطوني بيت يا مدري شو بعمل يا بتعطوني يا قطر عم تعطيني. في هيدي شو اسمها هيدي تعيد حقوق الإنسان والمرأة والتحرر والمدري شو شادي يبدو تحمل لك أي العلم ألم وتنزل تتظاهر إنه عم بيعرضك على الصبح. كيف أنت مع حقوق المرأة والإنسان والمجتمع والتغيير والتحرر والحرية والسيادة والاستقلال ودقي يا مزيكا وبتوقف يا عباب مملكة الظلم والجهل اللي بتمنع المرأة تسوق سيارة؟ كيف؟ تعرف شو الفرق بيننا وبينهم؟ نحن بيطلع سمحت السيد حسن نصر الله بيقول هيدا السلاح من المال النظيف الآتي من الجمهورية الإسلامية في إيران. هني بيطلع بيقولوا لا نحن حرية وسيادة واستقلال ونحن بنمول حالنا ونحن مدري شو. شوي بتلاقيه قاعد عم بيبعت مراسلات دونية. شو بدك تستعمل عبارة اللي احنا برمضان فيها كل أنواع العبودية للمملكة العربية السعودية. يطلعوا على الهواء يقولوا نحن جماعة بنحكي بالحرية والسيادة والاستقلال وحقوق المرأة والإنسان بس بنوقف على باب طال عمره وبنشحد. بكون الحكي صح مثل ما نحن بيوقف السيد حسن نصر الله اللي هو تاج راسنا بيقول نحن نتمول من هذا المال النظيف من الجمهورية الإسلامية. يعني انت ما عندك مشكلة واحد يقبض من الخارج شرط انه يجاهر فيه وما يكون بالسر. طبيعي لك انه هيدي الاو تي في كيف ماشي هلا؟ لا هلا زدته حقلك كيف ماشي. عم بيمولها التيار الوطني الحر. ايه بس مش معمول خارجي. لا خليني كفي لك. عم بيمولها التيار الوطني الحر. عن شو بتعبر هوية الاو تي في؟ بتعبر عن هوية التيار الوطني الحر مش هيك؟ نعم. وبتلقطها بنشرة الاخبار. طيب وقت اللي انت بتدور محطة تلفزيونية بتعبر عن وجهة نظر السعودية من وين بتكون عم تقبض؟ ما بدك كتير بحث. ليش بدك تتفاجأ؟ طيب ما انا بطلع ضيف ببعض المحطات بينبوا علي تحت الهواء انه الله يوفقك خي شوي شوي على السعودية لانه كل مرة بتطلع بناكل بهدلة. نعم. وبيرجعوا بعد الحلقة بياكلوا بهدلة. ما هو من جماعة اللي اعتذروا او اللي ما اعتذروا؟ ما هي النشرة بتعبر عن حالة. المحطات اللي قصدك عنها اعتذروا؟ نعم. في ناس اعتذروا في ناس ما اعتذروا. ما هي بتعبر عن حالة بنشرة الاخبار. ما هي ذاتها بتعبر عن حالة بنشرة الاخبار. وقت انت بتعمل مقدمة نشرة اخبار برتقالية بيطلع تمويلك برتقالي. نعم. وقت انت بتعمل نشرة اخبار طال عمره بتطلع انت تمويلك طال عمره. يعني شغله كتير سهله ما بدها مش معقده وما حدا يتفاجئ من اللبنانيين ومن العرب. بس انا بقول قبل كنا نحكي بدون وثائق كنا نحكي بشعور اذا بدنا نقول او بالواحد مثل ما كنا نقول انه مثل ما كنا نقول انه السعوديه واسرائيل مثل السمنه على العسل على بعض وما كان عندنا وثائق. هلا صرنا عم نشوف العالم الاسرائيلي بقلب جده عم بيرفرف مع وفد الطلاب اليهود الاسرائيليين الصهاينه اللي زاروا جده. وحياتك انا ما تفاجأت ولا هالقد. بالعكس انا ناطر المزيد وناطر شوف اكثر وعبالي اعرف هذا المصدر المقرب الخبيث اللي كان عم يجرب يكب اسفين بين حركه الامل وبين حزب الله. مين برايك من المقربين من حزب الله ورد يكون مخروق؟ بدك تشوف مين عم يقبض من هول الرقم. هو شو في البلد في ثلاثة في 14 وفي 8 وفي هيك بيقول لك انا موضوعي وحيادي. كل واحد بيقول لك انا موضوعي وحيادي كذاب لانه هو بيطلع او ميال ل 8 او ميال ل 14 اذار باستثناء حالات كتير بسيطة وقليلة. هول اللي بيعتبروا حالهم الرماديين بيصيروا يقبضوا من السفارة بيقول الروس بخلا ما بيدفع. تعرف كل جماعة الأرثوذكس ما بيحبوش الدفع. أو بيكونوا بيقبضوا من السفارة السعودية أو من السفارة الإماراتية أو من السفارة القطرية أو من السفارة المدري مين. هول بيصير يقبض من مطرحين وفي أكثرهم هول بيعملوا شركة من اثنين. واحد بيروح لهون وواحد بيروح لهوني. منيح إنه يبينوا أسمائهم حتى بقى نقطع برزقتهم على القليل من مطرح إذا مش من مطرحين. عم تلطش على حدا نشر اسمه امبارح؟ لا لا جاي أسماء لازم يكون جاي أسماء. ما هيدا أسلوب. لا في أحد زملاء نشر اسمه امبارح فنعرفت. ناصر الشرارة؟ إيه؟ عمين عم تلطش؟ واضح ناصر بعتقد صار الحكي واضح. ما طلع تكذيب طلع تكذيب؟ لا ناصر. بس عم شوف أنت عمين عمين عم تلطش. لا ناصر واحد من 100 بيقبضوا من مطرحين. مين 99 باقيين؟ هلا جاي أسماء إن شاء الله. إن شاء الله بلشنا فيهم. يا أخي ما أنت لايك فوت واحد بيكون كاتب لك مقال عن شو اسمه أبو فيصل السفير السعودي وانه هو رجل طلاقي ورجل السلام ورجل كذا. طب هيدا بدك تقنعني انه ابو فيصل عم بيعطيه تمر اخر الشهر؟ كمان بيني ولا اسهل منا. روح فتش عن الناس شو بتحكي، روح فتش عن الناس شو بتكتب، ببين معك من وين بيقبضوا.
هالقد سهله. واحد بيطلع بيقول للسعوديه انتم مملكه الجهل والقهر ومحمد بن عبد الوهاب يهودي، هذا اشطب له اسمه، ما له مطرح، هذا حج فيزة حج ما بيعطوه. انت وارد تطلب فيزة حج على السعوديه؟ انا ما بروح على الحج الا ليسقط النظام السعودي لهالدرجه. هلا اذا رحت مع المطار كلبجني ما حدا بيعمل لك واسطه؟ لا، ولا حدا بيسترجع من لي واسطه اساسا. انا بعتقد اسمي على البلاك ليست، ممنوع اني فوت على السعوديه، وإلي الشرف اني ما فوت على السعوديه بقرار منهم. حتى رب العالمين اذا اخذ روحي وسالني ليش ما حجيت، بقول له كان في نظام قمعي كان مانع واحد مسلم سني شافعي مثلي انه يروح يحج، مثلي مثل كتار من المسلمين بهذا العالم. ولا مره زرت السفاره السعوديه؟ ولا مره حطيت اجري بسفاره بلبنان الا بالسفاره السوريه والروسيه. الايرانيه؟ الايرانيه بمناسبات واعياد، بس غير هيك لا. بلا، في مره صاروا سفاره السوريه ومهني مثل بعضهم، الايرانيه والروسيه، يعني في بهذا المحور. بهذا المحور. طب سفير، وقدمنا فيزا على فرنسا نطلع نكزر شهر، اجانا رفض، قال ممنوع تاخذ فيزا على فرنسا لانه انت شو مسؤول امني بحزب الله وصديق شخصي للرئيس الاسد. وبعدني محتفظ بالباسبور والالغاء، حتى بكره ان شاء الله بس نطلع على اول محطه فرنسيه بنقول لهم شرفوا هيدي الديمقراطيه تاعتكم. ومش بس هيك، اي متى رفضت؟ ومش بس هيك، انا كنت ب 25 ايار مفترض تكون عندي جوله، نعم، بسويد وبالدنمارك وبالنرويج بعيد التحرير مع جاليه لبنانيه. الخارجيه الفرنسيه العظيمه معممه على كل الاتحاد الاوروبي سالم زهران ممنوع ياخذ فيزا شنغن ويفوت على اوروبا لهالدرجه. ايه، وطاروا ثلاث مهرجانات اكثر ما تصورنا، ولعوضناهم رحنا على كفر رمان ورحنا على كورانا وعضيعنا ورحنا طلعنا على طرطوس ومرقنا على اللاذقيه، وهذا مطرحنا الطبيعي. بيعذرونا الجالية اللبنانية، كل اللي كانوا ناطرين الدعوة ب 25 أيار ما ربينا، لأنه هلا أول مرة من أولى الخارجية الفرنسية المحترمة. طيب سفير السعودية أو حدا من الخارجية من السفارة السعودية ولا مرة التقيت بحدا؟ لا ما بيستوعب. واحد بيقول له لا محمد بن عبد الوهاب الله يلعنك بقبرك بده يجي يحكوا معي. يا زلمة أنا مشكلتي مع السعودية ما لها علاقة بحزب الله. أنا زلمة هلا طفل، كنت عمري 10 سنين، كنت تلميذ عند الشيخ الشهيد نزار الحلبي رحمه الله، اللي كان يعلمنا مثل كل الأولاد جينا اللي كانوا يحضروا عنده، أنا محمد بن عبد الوهاب هو أصل البلاء في هذه الأمة، وإن الوهابية واليهودية هن مثل بعضهم، الفرق بينهم 10 سنتي بس. أنا حزب الله لا رجع بعدين لحق موقف اتجاه الوهابيين، أنا حزب الله بعدين لحق موقف اتجاه الإخوان المسلمين. أنا هيك أنا ربيب بمطرحين وعم نحكي عن حالنا عيب. المطرح الأول خبرتك وين بالمعنى الشرعي، نعم، عن تلامذة الشيخ نزار الحلبي رحمه الله اللي قتلوه بيروت، والمطرح الثاني بالحزب السوري القومي الاجتماعي وهذه الفكرة الوحدوية بين أنك تدرس شرع. بس جماعتهم اثنين وسوا. لا ولا كتير أصلا. لا، أنطون سعادي كان عظيم. شوف شو قال أنطون سعادي، ولا فتنا بحلقة إذا. هلا إيه بدنا نطلع سريع الموضوع نرجع للسياسة. أنطون سعادي بكل مؤلفاته، وأنا في ادعي إني أريها كلها، ما فهمتها كلها يمكن، بس أكيد قريتها كلها. ولا مرة استعمل كلمة العلمانية، تعرف ليش؟ لا. كان دائما يستعمل مفهوم المدنية، لأنه كان بيعرف بهذا الشرق نحن منولد بالفطرة متدينين. مش صحيح انه اذا كنت انت عومي او قومي، عومي طلع مع بعض في منهم هول العوميه اللي ظاهره جديده، اذا كنت انت قومي لازم تكون ملحد. ابدا، بالعكس، فيك تكون مؤمن وتعرف الله كثير منيح وتعرف انه هذه الجغرافيا هي جغرافيا واقع. بل اكثر من هيك، وقت بيقول الرسول الاكرم المسجد الاقصى الذي باركنا من حوله، وبيطلع بقلب الشرح للرسول الاكرم على لسانه انه هذه المقصود فيها لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، بكون عم بيحكي عن سوريا الطبيعيه. نعم، بنخصص حلقه ثانيه نبقى على فكره ساعه وانطون سعادي. بس خلينا نرجع للسياسه. انا ما بعبر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، هذا الشيء كان بيشرفني، بس انا مسر وقلته على الهواء اكثر من مره. انا اليوم خارج الانتظام الحزبي، لكن انطون سعادي ما فينا لا نحن نطلع منه، وهو اكيد ما بيطلع منه لانه هو عايش بكل خبايا افكارنا. ومش صحيح انه بالعكس اليوم ليك شو العدو الاول اليوم؟ الوهابي اللي بده يقسم بلادنا. طيب انا زلمه مسلم سني شافعي تلميذ الشيخ نزار اللي علمني انه الوهابيه هن اشد كفرا من 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 كل الناس. طيب شو الخطر الثاني؟ هو تقسيم بلادنا. كيف بترد عليه بانطون سعادي بالفكره الاجتماعيه؟ لا. انا اكثر واحد اليوم متصالح مع نفسي، لانه اليوم باعتقادي هي لحظه الذروه اللي عم يلتقوا فيها العدوين اليهودي والوهابي. بخلفيتك الطفولية الإسلامية الشافعية، بخلفيتك بالجامعة أنت وبصفوف النهضة القومية الاجتماعية بتشعر أنه هيدا مطرحك الطبيعي، وبتشعر أنه حزب الله بكل عظمته هو اللي جاي على مطرحك الفكري، مش أنت اللي رايح لعنده.
حزب الله بال 2008 كان عم يتفاوض مع التيار السلفي بقتل السفير. صحيح. حزب الله اليوم صار ضد الحركة السلفية الوهابية. حزب الله اليوم اختلف مع الإخوان المسلمين، بينما كل تاريخ الإخوان المسلمين وحزب الله كان في علاقة من الاتفاق مع بعضهم البعض بالوقت اللي أنا من هذاك الوقت كنت شوف الإخوان المسلمين مشروع شيطاني. صحيح. بامتياز. وصلنا لهون، كنت عم بسألك كل هالأسئلة عن السفارة والسفير. نعم. السعودي لنشوف إذا بالسبعين ألف وثيقة رح نلاقي لك شي وثيقة. ما عم بقول لك أنا واضح يعني أوضح من هيك ما في. وانا حابب تطلع ويكيليكس القطريه كمان، اذا طلعت ويكيليكس القطريه في اسماء اكثر تبرز هونيك، بتشوف بعض الشمتانين بويكيليكس السعوديه كيف مبروزين. اف مثل مين؟ كتار مثلا. كتار كتار يا اخي على لسانهم، ما انت بتاخذهم من لسانهم. بعدين امبارح كان في احتفال للسفاره الامريكيه. ايه ما هيك؟ ليش ما شفنا صور سيلفي وعلى تويتر وعلى فيسبوك من 99% من اللي راحوا؟ انا بروح على السفاره الروسيه ما بخجل منزل. نعم. صوره انا والسفير الروسي. بروح على السفارة الإيرانية ما بخجل نزل صورة أنا والسفير الإيراني. بتغدى أنا والسفير السوري، بتصور أنا والسفير السوري. بس اللي بده يروح على سفارة وبده يتخبى من الكاميرا مش لازم يروح. هيك هلا هي العلاقات منا عيب على راسي، منا عيب تتصور بتنزل صورة بتقول أنا كنت بالمطرح الفلاني، ما بتخبي. كل شغلة بتخبيها في عليها علامة استفهام. انتقل الى الشق السياسي. بعد بتخيل اعطيني حق لويكيليكس، ما قصرت بحدا اسم الله عليك. لا يعني هذا الوقائع، وانا بعدني عم اقول لك انا لم اتفاجئ. انا وقت اللي بروح بدي اقدم فيزا شنغن لاعمل محاضره بعيد التحرير، بتطلع لي الخرشيه الفرنسيه تقول لي مرفوض لانه انت على علاقه بحزب الله، وانت وانت وانت. بالوقت اللي بروح بشوف غيري مدري وين قاعد باحتفال السفاره الفرنسيه او باحتفال السفاره الامريكيه، لا في شيء غلط. طبيعي اني ما اتفاجئ ابدا. طيب بس كمان بس كمان الظلم، كمان الظلم مش مقبول. مش مقبول اني نحط الشيخ نعيم وخينا علي بزه واللواء عباس ابراهيم بنفس الخانه مع هول قرطه الشحادين. لنشوف هلا شو رح يبرز من هلا لوقت، بعد في وثائق كثيره موعودين. نعم. فيها. انتقل الى السياسه الداخليه، رح فوت من منظار اخر سعودي شوي كمان. قصه ال 3 مليار دولار والهبه شو صار فيها؟ ما من اول يوم كنا نطلع معك نقول مذكر انه هيدي تفنجي وهيدي صح تخنيصة. بس هلا صار في تحقيقات وصار في خالد، ما بعرف شو خالد تواجري عمل دير هو سعد الحريري انه بيندفع 20% من الصفقه اللي هي 600 مليون دولار. نعم. 200 مليون دولار لخالد تواجري، 200 مليون دولار لسعد الحريري، و200 مليون دولار للشركة الفرنسية والوسيط الفرنسي. نعم. اندفع وطارت الصفقة وطار مع تواجري. بلش النقب الإعلام انه يخي وين الصفقة وين الصفقة وين الصفقة، وبكرة ان شاء الله نلاقينا شي ويكيليكساية طالعة بتخبرك شو اللي صار. اللي صار راح ضغط باعتقاد السفير السعودي على الفرنسويين، جابوا لنا سلاح خردة حقه شي مليون دولار الا شوي، وقبل مرة قلنا بيت المؤداد إذا طلبتهم منهم بيعطوك أكثر منهم، وسكرونا فيهم بس. نعم. الحقيقي والجدي أمريكا هي عدو، بس الحقيقة أنه الجهة الوحيدة اللي عم تمول الجيش اللبناني اليوم هي أمريكا، والمخازن الوحيدة المفتوحة بالعالم للجيش اللبناني هي أمريكا. الروسيا بعتقد أخذنا منه ب 23 مليون دولار. نعم. واللي عرفته أنه المشكلة مش عند الروس، المشكلة عند اللبنانيين اللي صحيح. عم بتحججوا أنه في عقوبات وحولات على روسيا بالرغم أنه الحكي مش صحيح. صحيح. الفرنسويه والسعوديين عملوا صفقه سمسره وخلص الامر هون. كمان ما تفاجئنا لانه كنا متوقعين هذا الشيء بده يصير وصار. مع انه ميشيل سليمان اخر عهده يعني بني مجده على هيدا المكرون. انت من جبال ما هيك؟ صح. مشكله جبال قديش مدينه حلوه وعظيمه وقديش كل اهلها عظماء، قديش طلع هذا الرجل خرب كل الصوره. ميشيل بن سليمان بعتقد هو أسوأ رئيس جمهورية. ميشيل بن سليمان؟ ايه ايه ميشيل بن سليمان. ما وقف قال له طال عمرك عاش الملك السعودي، ها ها ها. مش هيك قال له؟ شو قال له؟ صح. مش هيك قال له؟ تحيا السعودية و... عاشت يعني بس كان ناقص يحمل سيف ويحط عقاله كفيه. وهلا في شفقنا دعوة تانية بيننا وبينه دعوة على الاو تي في، ربحناها بركي بنربح التانية كمان. ميشيل بن سليمان مش مقتنع انه هو صار رئيس جمهورية سابق، ومفكر كل مين عمل قائد جيش بصير ميشيل عون، وكل مين عمل رئيس جمهورية بصير امير لحود. لا ليه هلا عم تقول له هالكلام؟ لا 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 لا, لا لا هذا السلوك، هذا السلوك. بعدين هلا بعد شوي بنحكي بالتعيينات انه بيطلع قال بده يضغط على وزير الدفاع انه بدي فلان مدير المخابرات. ولعمي انت رئيس جمهورية ما كنت تمون تعين، هلا بدك تمون تعين؟ بس هلا وزير الدفاع من حصته مش كون فتحت هذا الموضوع اليوم. قصة التعيينات في قيادة الجيش أكيد بعد محط سجل سياسي، بس انفتحت موضوع مديرية المخابرات لأنه العميد إدمون فاضل تلقائيا ما بقى يتجدد له أكثر من بدك نحكي قانون وعلم وعقل ولا عاطفة؟
هلا اكيد بدنا نحكي قانون وعلم وعقل وسياسه. يا منقسمهم. اول استحقاق هو ب7 اب مع رئيس الاركان. صحيح. الدرزي العميد سلمان بعتقد. في عنا حل من اثنين. او منروح على الحكومه بمجلس الوزراء نعين رئيس اركان جديد. وهذا الشيء مش مبين لان وزراء تكتل التغيير والاصلاح عم بيقولوا او بتعينوا قائد جيش او ما في تعيين. نعم. الاحتمال الخيار الثاني انه يروح سمير مقبل وزير الدفاع يأجل تصريح رئيس الأركان. نعم. بصراحة رواد وأنا عودتك على الصراحة وأنا اللي بحكيه تحت الهواء بحكيه فوق الهواء بحكيه بالصالونات السياسية. صحيح. صرت نعرف. الرئيس نبيه بري قدم مطالعة قانونية سياسية أخلاقية. شو قال؟ قال الجنرال ميشيل عون الله يطول بعمره ويحفظه بعهده بقيادة الجيش رفع اقتراح تأجيل تصريح اللواء أبو درغم مع 9 ضباط آخرين وتم تأجيل تصريح اللواء أبو درغم 4 سنين وبالتالي تأجيل التصريح هو أمر قانوني وصاير مع العماد مش العون. واحد. اثنين اللي أجل أو اللي أجل تصريح أول مرة لرئيس الأركان ولا قائد الجيش هو فايز بيك غصن اللي كان وزير بتكتل التغيير والإصلاح. صحيح. انا بقول لك وين غلطه العونيه وعم بحكي على او تي في بهداك الوقت كان لازم يقولوا لا ما بنقبل هلا هن اعترضوا وقتها شو اعترض شو نوع من خلاف كمان بين بعد السيارة على خلفيه رجعت علاج اعترضوا ورجعوا فاتوا على الحكومه وكفوا اعترضوا كان عندهم 10 وزراء بالحكومه وكانت الحكومه فيها 20 وزير ل 8 اذار كيف. نعم. يعني ثلاثه وبمحبه امبارح اللواء محمد الخير تمدد له كان لازم يكون الصوت العوني اعلى ما انت ما فيك تنطر لاخر لحظه وتجي بدك تحاسب انت ما فيك تتعاطى باخلاق بالوقت اللي خصومك ما عندهم اخلاق انت ما فيك تقول غفلوني بالسياسه صار في خطا من قبل تكتل التغيير والاصلاح على الهوى واللي بده يزعل مع اللي يزعل اني بيعرفوا محبتي لهم اول خطا صار انه بالمعنى القانوني ما كانوا موفقين بالحج وراح الرئيس بري بصراحه سجل جول فيهم اثنين مرقوا التمديد اول مره او تاجيل التصريح مع فايز بيك غصن ومره ثاني مره مع اللواء محمد الخير وثالث مره قلت معك يا اخ رواد هون قلت انه الجنرال ميشيل عون عم بيكذب عليه سعد الحريري متذكر صحيح ذاكرينه وكانوا لا كل الجو واتصل في عدم الاصدقاء انه يا اخي مش صحيح حكيك وما عندك معلومه اتفقوا بعيد ميلاد الجنرال ميشيل عون يمشوا بالعميد شامل روكز ايد للجيش اللي صار انه تيار مستقبل كان معتقد حزب الله ما بده العميد شامل روكز ايد للجيش لما حزب الله وافق حزب الله طلع عند العماد قهوجي وبلغوا رسميا وبمون اني احكيها الحج وفيق صفا الله يوجه له الخير قال له جنرال نحن ماشيين مع العميد شامل روكوز بقلب الحكومه قايد للجيش اذا صار تصويت نعم ساعتها تيار المستقبل قال اف شو هالضرب وهي ثاني مره بنوقع فيها والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين اول مره قال له تيار المستقبل الجنرال عون اذا بيمشي فيك حزب الله رئيس الجمهوريه انا ماشي فيك بفرنسا قام طلع السيد حسن نصر الله شخصيا وكتار سأله انه السيد ليش عم يحرق الجنرال هو مش عم يحرق هو بناء لطلب الجنرال انه سعد الحريري قال لي حزب الله ما بده اياك لما قال اسمه الاول طلع سمح السيد قال الحرف الاول مشال نعيم عون قام تهرب تيار المستقبل شو قال له بدك تختار او القياده او الرئاسه الجنرال مشال عون صادق بيعتقد كل الناس صادقين مثله بيشتغل بالسياسي ضابط مدفعي هوليك بيشتغلوا بالسياسي تحت المزراب مش رح تمشي طيب بقصة مديرية المخابرات بسبعة آب سبعة آب اجى اول احتمال اجى اول عندنا واحد من الاثنين كمان اذا مددنا في يكون التمديد فردي لرئيس الاركان وفي يكون تمديد مزدوج مثل ما عمل فايز بيك غصن نعم يمدد للعماد قهوجي ولرئيس الاركان اذا تمدد للعماد قهوجي العماد قهوجي هو اللي بده يختار مدير المخابرات كمان لسببين السبب الاول لانه القانون بيقول انه مدير المخابرات اقتراح ملزم لقائد الجيش قرار من وزير الدفاع صحيح افترضنا وزير الدفاع اجى قال يا خيي انا ميشيل سليمان عم يضغط علي وانا بعرف سمير مقبل مش رح يرضى بكلام ميشيل سليمان انه في واقع ولا بس لا اليوم كانه راضي لهلا اللي مبين افترضنا انه رضي كثير سهله العماد قهوجي اذا كان ممدد له بشكل ضابط عن مديريه المخابرات بيكون الاعلى رتبه ومرانه وهو بيسير اعمال المديريه الافضل انه يتعين مدير بقرار ما تعين مدير بقرار بدها تتسير اعمال المديريه العميد ادمون فاضل في فل لحد 30 ايلول مش 20 نعم. ايلول لانه بيطبق 43 او 42 سنه خدمه وفقا لقانون الدفاع الماده 55 و56 اذا كل من هو قائد الجيش
اقول لك من هو مدير المخابرات. يعني بدنا ننطر 7 اب كموعد اولي، موعد في حال تمدد لرئيس الاركان فقط من دون تمديد المزدوج معه لقاء الجيش. بدنا ننطر لعشرين ايلول، بعشرين ايلول بتمدد ساعتها لقاء الجيش او بتعين قائد جيش. اذا فات وعينوا قائد جيش جديد، قائد الجيش الجديد بقول فلان هو مرشحي. ثلاثه ما بيسوى اللي عم نقراه بالجرايد. بس اليوم ايه ما هل بدي اسالك عنه، يعني في اسماء بلشت تطرح بالجرايد، انحكى انه فلان اذا تعين بيطير 55 ضابط، فلان اذا تعين بده يمشي سليمان، فلان ما بعرف 55 ضابط من وين بيطيروا؟ بده يشيلوا من مراكزهم. اول شيء مديريه المخابرات فيها 9 عمدة. نعم. كيف بده يطير 55 ضابط؟ نعم بسألك عن الاشياء اللي انكتبت. مش مزبوط، مش كل شيء بينكتب بيكون مزبوط. انه واحد بيطلع معه انه اذا تعين شو اسمه كمال، كميل ظاهر، كميل اذا تعين كميل ظاهر مدير للمخابرات بيطير 55 عميل. طيب اذا هاي المديريه فيها 9 عمدة كيف بده يطير 55 عميل؟ شو بيستعيروه من اندونيسيا مثلا، او هو سريين ونحن ما عندناش خبرهم؟ ما كمان في شيء مش معقول ومش منطقي. والغلط اللي عم بيصير انه اليوم مفتوح الاعلام على كل النقاش من هب ودب، مش صحيح. اذا تعين ظاهر او مدري مين مش صحيح انه بيطير 55 ضابط، لانه اساسا المديريه فيها 9 عمدة. طيب بس اليوم لما ميشيل سليمان ووزير الدفاع سمير مقبل يلي هو بكتله الوزاريه لميشيل سليمان عندهم اسم بدهم يزكوه، هيدا الاسم قادرين يفرضوه بدون رضا قائد الجيش او شو؟ لا لا اجباري، ما خبرتك بدك. طيب بالتالي رايحين على مشكل، على فراغ، على شو؟ رايحين على حل تشكيل ضابط مرتب ما بيكون لا بحزب الله ولا بحركه امال ولا بالتيار الوطني الحر ولا بالقوات اللبنانيه ولا بالمردة ولا باي تنظيم حزبي ولا تابع لاي جهه لا دينيه ولا سياسيه. يتشكل ضابط ولاء للجيش اللبناني ومن راحه مديريه المخابرات وبيسير اعمال المديريه ومش بحاجه لوزير الدفاع. مثل مين؟ ما بعرف، انا ما بعرف، مش شغلتي اعرف. عمل لك مين في قائد جيش؟ افترضنا قائد الجيش رواد ظاهر، رواد ظاهر هو بده يسمي مدير المخابرات. ورد الخليف على مدير المخابرات يطير التمديد لعماد جان قهوجي؟ شك، لانه تعيين مدير المخابرات هو قبل بثلاث ايام مش بايد وزير الدفاع. تعيين مدير المخابرات عنده شقين، عنده شق اول قانوني شرحت لك اياه، عنده شق ثاني ايضا داخل القوى السياسيه. فيك تجيب مدير مخابرات تابع لميشيل سليمان ينزل يعمل امن بالضاحيه جنوبيه وبجنوب، الا اذا بدنا نجيب مدير مخابرات لجبال. فيك تعين مدير مكتب جبال يكون قريب لميشيل سليمان، بس ما فيك تعين مدير مخابرات لكل لبنان قريب لجهه سياسيه حتى لو كانت حزب الله. انتبه، نعم، مش انا اقرب مني ما في لحزب الله، انا ضد انه يتعين مدير مخابرات بحزب الله او بتيار المستقبل، ما بيمشي. لنختم الملفات السياسية، اترك المحور الثاني من الحلقة أمني لبناني سوري مخطوفين، لأختم المحور السياسي. لكن بشق انتخابات الرئاسة صار في شوية كلام بالأيام اللي ماضية، أول شيء عن عدم توصل طهران والرياض لأي اتفاق، وهذا شيء ما كان متوقع أساساً. الكلام عن الموقف الروسي من الانتخابات الرئاسية اللبنانية ونوع من فيتو أو امتعاض روسي من العماد عون، وكلام شيخ نعيم القاسم. إذا ثلاثة صور نحطهم بنفس القالب، سألتني سؤال بده حلقة مش بده بعرف تعرف تختصر. أول شيء هذا السفير الروسي، السفير اللبناني بروسيا الحق على الوزير جبران باسيل. نعم. وزير جبران باسيل لليوم اللبنان كله والدنيا كلها عم تعترف أن هذا الرجل كان صائب في عدة أمور، منها ملف النازحين السوريين، وكان معه حق جبران باسيل وقت اللي قال يا جماعة انتبهوا وراحوا جلدوه، هن ذاتهم اللي جلدوه، اليوم عم بيقولوا معك حق. نعم. وزير جبران باسيل هو بيعرف حجم محبتي له، هو الغلطان، وحقول لك ليش. لا، هذا السفير الموجود بروسيا معين ولي جملاط، وهذا السفير لا كفيلك يعني. لكفيلك إيش تجالي اللبناني بعتت كتاب لمعالي وزير الخارجية خاين الوزير جبران باسيل، وقالت له يا معالي الوزير هذا الزلمة طائفي ومذهبي وحزبي ومسكر السفارة على نص اللبنانية. نعم. إذا مش على ثلاث أرباعهم وبيفوت ناس وبيمنع ناس، كان مفترض وزير الخارجية يبعت وراه أو يقصله لسانه أو يخليه ببيروت. طلع ألف هيدا الموال، مش مزبوط. أنا عم بقول لك عن مصادر روسية، أنا حكيت مع مصادر روسية وسجل علي، سجل عندك. الروس عم بيقولوا أن روسيا لا تتدخل في التفاصيل اللبنانية، وراح أكشف لك سر. حصل اتصال بين الوزير جبران باسيل وبين الجهات الروسية وبلغوها الحكي، مش مزبوط. الحق على الوزير جبران باسيل. يعني المفروض ياخذ اجراء بسفير شرق المفروض كان يفك رقبته قبل 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 قبل، لازم يفك رقبته. هذا الزلمه طائفي ومذهبي وعم بيتعاطى مع الناس بطريقه للاسمه، وين بشوف تكتل لبناني بقص النصين. يه، الحق على الوزير جبران باسيل، لازم يحط له حد. سفير لبنان هو، مش سفير لا 8 اذار ولا 14 اذار.
بس انت عيبت عليه انه محسوب على وليد جنبلاط، بس لا انا عملت او كل مسؤول بالدوله انا معود سمي ليك بيطلع مثلا والله ميشيل عون في سفير قريب له بيروح بيتعاطى انه هو سفير لكل اللبنانيين، لما يتعاطى انه هو برتقالي انا اول واحد بيطلع هون على الهواء احكي عنه. نعم. في رساله موجهه من الجاليه اللبنانيه بروسيا لخينا وحبيب قلبنا الوزير جبران بسيط قبل هاي الحادثه، عم بتقول له يا مع الوزير هذا السفير مسكر علينا السفاره وعم بيتعاطى معنا بطريقه طائفيه ومذهبيه وسياسيه، مول معروف حط له حد، انا مطرحه ببعت وراه بحقق مزبوط بقص له لسانه، مش مزبوط برجعه لهونيك، يبدو انه مزبوط والدليل هذا الحكي مش مزبوط. بايه او لا نعيم قاسم لما بيقول عون او الفراغ عم يحلق العماد عون؟ لا. عم يكشف اوراق بيكون عم بيكون, بيكون عم الشيخ نعيم انا بعرفه عن قريب وبعرف عقله، الشيخ نعيم لا بوارب ولا بلف ولا بيدور بيروح قص، الشيخ نعيم قاسم واضح وعم بيقول لهم في صاحب حق اسمه الجنرال ميشيل عون، نحن يمكن نختلف معه بكره ببعض التفاصيل منا يمكن التعيينات، بس نحن بالخيار الرئاسي من هلا ليوم الدين مع الجنرال ميشيل عون. نعم. شوف بحرب تموز وهذا الحكي طلع، خلصت الحرب، وقف سماحة السيد قال لو قدر لي يوم القيامة أن أتشفع لرجل لتشفعت لميشيل نعيم عون. تعرف شو معناه الحكي من صحيح. السيد حسن نصر الله؟ صحيح. تعرف شو معناه عم بيقول إنه أنا بس تطلع روحي وأطلع عند ربنا ويقول لي لمين فيك تتشفع أو لمين بدك تتشفع، بدي أتشفع لميشيل عون؟ في دين برقبة كل جمهور المقاومة وأنا واحد منهم بال2006 للجنرال ميشيل عون، وفاء هذا الدين هو هلأ يوم الجنرال ميشيل عون بيوقف يقول أنا قبلت عرض طيار المستقبل وبدي قيادة الجيش مقابل الرئاسة صار شيء تاني، يوم الجنرال ميشيل عون يقول أنا ما بقى بدي يكون رئيس للجمهورية وأنا قرفت من هالطبقة السياسية بيكون صار شيء ثالث. نعم. بس طول ما الجنرال ميشيل عون مرشح لرئاسة الجمهورية من سليمان بيك فرنجية لآخر فرد بثمانية أذار خلف الجنرال ميشيل عون. بعد الفاصل بحيت الليري. بعد الفاصل بدي فوت بالمواضيع الأمنية أكثر تنجذب المشاهدين بس لنخبرهم عن شو رح نحكي. أبو مالك التلي هل هو محاصر من حزب الله أو لا؟ المخطوفين العسكريين المخطوفين وين صارت المفاوضات مع جبهة النصرة؟ الملف السوري جبهة جنوبية جبهة شمالية وشوية إقليميات. بعد الفاصل مجددا اهلا بكم الى حوار اليوم مع ضيفنا سالم زهران مدير مركز الارتكاز الاعلامي. يبدو زبطت معك قصه الطياره بصغبين بالعادي ما بتزبط. مين نزلها؟ اثنين. شو اثنين بنزلها واحد هذا؟ لا او الله او حزبه. اراده ربانيه يا الله يا حزبه بارادته. وشو الارجح؟ الارجح انه الله بدعاء حزبه. يعني حادث وليس عملية. بصغبين ما بعتقد في مضادات لحزب الله. في ناس بصغبين بيكونوا عم بيدعوا ضد العدو الإسرائيلي بتوقع الطيارات. لا هيك بعتقد. هلا ضد العدو الإسرائيلي إن شاء الله كل الدعاءات تكون مستجابة. وبين الهلين يعني بتفتح على البريك بتفكر إنه في حدا بده يعلق مثلا على نقطة معينة على الطيارة أو كذا، بتطلع ثلاث أرباع الحديث زبط شعراتك. كل الحق على باقي. عملتنا ميك اب بس ما ضبطتنا شعرنا. المخرج عم بيقول لك بعضهم كمان حق عماك على الهواء. بنرجع على السياسه منتابع بقى على الامن اكثر من السياسه هالمره. جبهه القلمون مستمره. ابو نعم. مالك التلي وينه؟ ابو مالك التلي يبدو انه قاعد باخراج ارسال محاصر في ارسال وفي جرود ارسال وفي اخراج ارسال بالنص. بعتقد ابو مالك التلي مثل قيادات النصره بسوريا بس يتحاصروا بس يتضيق عليهم بيحلق دقنه بيلبس نسوانه وبيحط ستياب بدحوشة محارم وبيتخبى بين النسوان. أبو ملك تلي مثله هيك صار؟ هيك رح يصير. هيك رح يصير. وين بده يهرب؟ على عرسال أو على الجهة السورية؟ في يهرب يتسرب إن شاء الله ما يقدر يتسرب. في يهرب عشمال عبيروت عشبعة مدري لوين أحيال الله مطرح لبناني لبناني وليس سوري يعني منه قادر. ومن هونيك برجع بيهرب على سوريا. شوف في نمط لهالمجموعات التكفيرية بالتعاطي بالعادة بس يأكلوا قتلة بيحلقوا دقنهم بيحفوا شواربهم بيضبطوا حالهم بيركبوا ستيان وبيحطوا فيها ورقهم مدري شو بيعملوا حالهم نسوان وبيضهروا. اوقات بينكمشوا اوقات ما بينكمشوا
ان شاء الله مخابرات الجيش تتوفق فيه وتكمشه، اذا ما كمشته بيهرب هيك وبعدين بيهرب من غير باب على سوريا. هيدا النمط تاعه. وفي خبرك خينا حسين مرتضى لانه على تماس معه يومي بالساحه السوريه، هيك النمط تاعه بالهريب. بس اليوم قدرات النصرة خصوصا قبل ما احكي عن داعش بالقلمون وما بعرف قد ايه بجرود عرسال صارت محدوده. ولا وهم، هيدا وهم. شو وهم؟ الدليل وقت اللي بلشت المعركه ب 11 يوم خلصت. مش مزبوط. كان في وهم اسمه جبهة النصرة بالقلمون، تبين انه هذا الوهم قادر حزب الله على ان يفككه. وباعتقادي حزب الله اللي حققه ب 11 يوم هو قد كل الاربع سنين تجهيز بجبهة القلمون. اليوم المعركه 80% منها خلص مع جبهة النصرة، ومع داعش بلشت وباعتقادي بدها تخلص. حزب الله أخذ قرار تطهير الجرود اللبنانية من هالمجموعات التكفيرية. هالمجموعات التكفيرية عندها حل من اثنين، أو بتتخبى بخيام النازحين بإخراج عرسال، أو بتتسرب إلى العمق اللبناني وبتتنكر وبتهرب، بس أكيد بلا سلاح. طيب اليوم ده بعد معركة القلمون لتحسم لجهة داعش والنصرة من أول دقيقة طلع قال سمحت السيد حسن نصر الله ما حدا يحطنا لا توقيت أمتى منبلش. بس هيدا كان الكلام بأول دقيقة، هلأ تغير الوضع صار معروف شوي مجريتها لحد اللحظة. اليوم ما تغير لأن اليوم حزب الله عنده جملة حروب صغيرة في قلب الحرب الكبيرة في سوريا. عنده الزبدانة، عنده مقبير راس بعلبك والقاع والفاكة مع داعش، وعنده المحور النصفي مع جبهة النصرة. باعتقادي حزب الله أدرى كيف بده يتعامل مع تلك الجبهات. يمكن موضوع جرود عرسال بشكل أساسي بيأثر على موضوع العسكريين المخطوفين. كان حكى بالأسبوع والعشرة أيام الماضيين أنه جايين على حلحلة واقترب الحل ومع النصرة وناطرين بس القطرة وسيفرج عنهم وعشو. كل هيدا الكلام شو صحته؟ هيك أول شيء هو المجموعات المسلحة كذابين. اثنين هذا الوسيط القطري أكذب منهم. بس الكلام كان لواء عباس إبراهيم يعني قالوا هو الأوحى لكفيلك لكفيلك. ثلاثة اللواء عباس إبراهيم كل ما يقرب ينهي الملف مثل ما انها ملف مخطوفي عزاز مثل ما انها ملف رهبات معلولة بتدخل حدا بيعمل بارازيت. مين هالحكي يعني وقت اللي حكي لواء عباس ابراهيم هذا الحكي؟ بس سمينا مين هالحكي؟ عارف شيك بالحديث انا ما بتعرفني. اي احنا انتقدنا التكتل التغيير والاصلاح على الاو تي في خاف اني يسمي ابو تنوره. طلع لواء عباس ابراهيم حكي هذا الحكي. ثاني يوم نزلت منشات بجريده النهار النصره تريد اشرف ريفي مفاوضا. في اثنين عملوا بارازيت على اللواء عباس ابراهيم، رح أقول أول حرف من اسمه، وائل أبو فاعور وأشرف ريفي. مع أن وائل أبو فاعور كان مهتم بإطلاقه من الأول. وائل أبو فاعور رجل محترم وأنا بيني وبينه ما في إلا كل احترام، بس بملف المخطوفين العسكريين كان عم بخبص. ليه؟ شو السبب؟ كان عم ما بعرف. بدك تسأله هو وليج ملاط. وليج ملاط معتقد أنه هو في يحتوي النصرة، في يعمل علاقة عاطفية مع النصرة بهالطريقة بيحمي دروز، هو هيك معتقد. و120 ألف دولار اللي وديهن أو 180 ألف دولار اللي وديهن وائل أبو فاعور لجبهة النصرة، أنا طلعت حكيت عنهم مع هشام حداد بحر تأجيل على الأو تي في. صحيح. وطلع بعدين ما نكر وبالعكس بعتقد اعترف. طيب بس بمكان محدد اليوم الصفقة اللي كان عم يحضرها لواء عباس إبراهيم، شو كان مقابلها؟ صفقة كانت جمانة حميد مع 39 موقوف. من إن في حدا معروفين؟ لا منهم معروفين وأغلبهم سوريين مقابل المخطوفين العسكريين عن جبهة النصرة. اتعرقلت آخر لحظة. وكل ما اجى الحال بيجي مين يعرقل. انا برايي في بارازيت. طب لما تقول اشرف ريفي وابو فاعور عرقلوه، عرقلوه من اي ناحيه؟ رفضوا اطلاقها 39. شو عملوا؟ كيف بعرقلوه؟ يعني بعرقلوه على جهه جبهه النصره ولا جهه لبنان؟ بعلم التفاوض وكتر خير اللواء عباس ابراهيم متحمل كل قرف هالمجموعات المسلحه وعم بيفوضهم بطريقه غير مباشره عبر ضباط وعبر وسيط قطري. بعلم التفاوض انه انت بتعلي شروطك. وطلع شو قال لواء عباس ابراهيم؟ قال لهم كل واحد بيموت ما بدي جثه. نعم صح. هاي مسترجع جسامين اللي كانوا شهداء. هيك بصير. وقت اللي علل اللواء عباس ابراهيم وكان قرب الحل، ما كل ما عم تشوف اللواء عباس ابراهيم عم بعلي السقف يعني قرب الحل. علل اللواء عباس ابراهيم قرب الحل، طلع وليج ملاط استقبل اهل المخطوفين العسكريين وعمل موقف غريب عجيب وراح زق وائل أبو فاعور مصاري وداله هن لداعش. طارت. تاني مره طلع اللواء عباس ابراهيم حضرتك هلا قلت قال انتهينا او قربنا ننتهي. طلعت صحيفه النهار كتبت اشرف ريفي بدهن اياه جبهه النصره يكون هو المفاوض مش غيره. كمان طارق. انا باعتقادي في بارازيت على عمل الامن العام وعلى عمل اللواء عباس ابراهيم. انا مش متشائم ومش متفائل. يمكن انا وياك كنا عم نحكي هلا يقرر الوسيط القطري يجيبهم لهول المخطوفين العسكريين عن جبهه النصره، ويمكن يبقوا هول رهائن لكي يؤمن خروج امن لابو مالك التالت. ايش وارد يرطون بعض الملفات؟ ما بقلب التفاوض وهي معلومه مش تحليل. الوسيط القطر بمرحلة مراحل التفاوض من شهرين بعتقد أو من شهر ونص
قدم عرض انه خي عوائل ابو مالك التلي والقاضي الاساسيين بيطلعوا البحر على تركيا خلال عمليه التبادل والسفر، وبالتالي هذا الامر نوقش في مرحله ما بس بشكل مختلف. اليوم وارد يرجع يطرح، وارد جدا انه ينطرح، وبس هالمره بدل ما يودوا نسوانهم بيلبسوا هن نسوانه وبيظهروا معهم مثل ما خبرتك. ومع داعش في شيء جديد؟ لا، مع داعش في رايين، في راي بيقول انه هن بالألمون الشرقي، وفي راي بيقول انه هن صاروا بالرقه. ما في معلومات دقيقه، وباعتقادي داعش حي بعشر روس بعكس النصره اللي واضح انها سبونسر باي قطر. انتقل الى الداخل السوري من الحدود اللبنانيه السوريه. اليوم يمكن الانظار اكثر على الجبهه الجنوبيه. السويدة كان بمكان، القنيطره عندها بعد اخر وعامل تدخل اسرائيلي اكثر، الاردن كمان له دور بالجبهه الجنوبيه. رح بلش بالقنيطره والعامل الاسرائيلي، شو عم بيصير تحديدا؟ بصراحه الاسرائيلي من اول يوم راح على فكره الشريط العازل وضغط على عملائه بالداخل السوري انه يفللوا اليوندوف، فللوا اليوندوف وجرب الاسرائيلي يعمل شريط عازل يعمل فيه جيش لحد سوري بيشبه جيش لحد اللي كان موجود بجنوب لبنان. صحيح. طلع حزب الله والجيش العربي السوري ومجموعات المقاومة السورية وجهوا ضربات قاسية لجيش اللحد السوري. اليوم معتقد الإسرائيلي أنه هو بحاجة يبدل تكتيكه، ولما لا قد يتدخل بطريقة مباشرة أكثر. هذا الأمر بيعني أنه نحن بدنا نروح على مواجهة بالمنطقة بتبلش بالنقورة وما بتخلص بالجولان. ساعتها بتفتح الجبهة نهائيا؟ أنا باعتقادي إيه، يعني إذا صار حفلة جنون، اليوم حزب الله موجود بسوريا. نعم. إذا صار في حفلة جنون بدها تكمل حفلة جنون للآخر. بس الإسرائيلي قادر بهالوقت يروح على المخاطرة؟ أنا رأيي لا، لكن بتابع المجتمع الإسرائيلي ومن سيئات الربيع العربي إنه خلينا نهتم بتفاصيلنا وننسى العدو الإسرائيلي. نعم. اليوم بإسرائيل صار في ثلاث تظاهرات. التظاهرة الأولى للمثليين جنسياً عم بيطالبوا فيها بالزواج المثلي. الظاهرة الثانية للأثيوبيين عم بيطالبوا فيها بحقوقهم وأنه هذا المجتمع الإسرائيلي عم بيميز بين السود والبيض. والظاهرة الثالثة من ما يسمى عرب 48 اللي قالوا أنه بنيامين نتنياهو عم يتعاطى معنا بطريقة عنصرية. نعم. كل تلك مؤشرات إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا المجتمع يعيش حالة من التفكك الاجتماعي. الأمر الثاني ورح أمتلك الجرأة أن يقوله أنه عم بيعيش حالة من الترف. إسرائيل اللي بدل ما تكون عم بترفع سن النسوان بالخدمة العسكرية أو المرأة بالخدمة العسكرية عم بتظاهروا فيها الرجال اللي بدهم يتجوزوا من بعضهم البعض. هيدي كلها ظواهر بتدل إنه إسرائيل عم بتعيش حالة من الترف وتتحول تدريجيا من مجتمع حربي 100% إلى مجتمع ثلاث أرباع حربي. ليش؟ لأنه في جبهة النصرة عم بتقاتل عنهم. نعم. ليش لهني قاتلوا؟ ليش لهي؟ طيب اليوم إذا استبعدنا التدخل الإسرائيلي المباشر بالجبهة الجنوبية تحديدا. نعم. عند القنيطرة، بالمقابل رح يكون في تواجد إيراني لحماية هذه المنطقة؟ استشهد أخ إيراني، شو كان اسمه؟ اللي استشهد وقتها بالغارة على القنيطرة. لا لا، ما أنا عم بحكي عن اللي موجودين بصفة استشارية، إنما وجود فعلي على الأرض. أنا بعكس كل التحليلات اللي بتقول إنه، وبختلف مع عدد كبير من الأصدقاء، في حكي إنه في 15,000 إيراني وصلوا على سوريا، أنا معلوماتي إنه ما وصل ولا إيراني على سوريا. وأنا معلوماتي إنه مش رح يوصل إيرانيين على سوريا باستثناء المستشارين. ليه؟ ما بدهم يدعموه؟ لأن حتى هاي اللحظة بعد ما تجاوز الخط الأحمر المرسوم، ما في حرب ما فيها خطوط حمر. بالحرب الأهلية اللبنانية والحمد لله أنا وياك كنا بعمر صغير عشناها مع أهلنا. نعم. بس ما كنا شركاء فيها. كان في خط اسمه المتحف، كان في خط اسمه عين الرماني، للي هون كان ينط فوق الخط وللي هوني كان ينط فوق الخط. حتى هاي اللحظة لم تتجاوز الخطوط الحمر في قلب المعركة بسوريا. دمشق والساحل هن الخطوط؟ يعني وأكثر من هيك، كمان جزء من المنطقة الجنوبية. حتى هاي اللحظة ما تجاوزوا الخط الأحمر، بالتالي الإيراني كمان ما رح يتجاوز الخط الأحمر. للسويدة صار في خط أحمر إقليمي يحمي دروز السويدة؟ ما حدا بيحمي دروز إلا ساعدهم. بس وليد جنبلاط عمل جولة وبيرجع بمفحوه الاتصالات اللي قام بها جنبلاط، عجى عنها احتضان اقليمي لموضوع الموحدين دروز. ما حدا بيحمي دروز الا شخص اسمه بشار حافظ الاسد بس، والباقي كله بيقتلهم. وليد جنبلاط ما عم يحميهم؟ هذا هو برايه عم يحميهم، انا برايي مش عم يحميهم، وهن ادرى بنفسهم. وانا ضد مذهب الموضوع لا، ولهيك امبارح كنا على ام بي ان وجهنا لوم لاصدقائنا بالاعلام السوري الرسمي، وهلا على الاو تي في بدنا نعيد هذا اللوم. سقط شهداء للحزب السوري القومي الاجتماعي بسويدا، الاعلام الرسمي السوري عامل حاله معوش خبر. قيمه شهداء الحزب السوري القومي الاجتماعي انه بيسقطوا مش تحت عنوان مذهبي، بالعكس لازم نضوا عليهم اكثر لحتى نعطي بعد قومي لهذا الصراع. الصراع بسويدا منه صراع مذهبي، سويدا بين هلالين، الدروز الموجودين فيها هني اقل من السنه. مع الخبر ولا لا؟
جديد المعلومة. لا ببساطة لأنه النازحين أو الوافدين السوريين من القرى المحيطة بقلب السويداء صارت أعدادهم أكثر من عدد الدروز الموجودين فيها. وهودي بركي كانوا بيئة حاضنة مثل ما صار بالرقة لما فات الداعش. لو كانوا بيئة حاضنة كانوا قعدوا هونيك بحوران بدرعة وكانوا حاملين سلاح مع المجموعات التكفيرية. ما حدا بيترك ضيعته لو كانت هالضيعة لو كان هو جزء من هالضيعة والبيئة الحاضنة الموجودة فيه. انتقل من الجنوب السوري للشمال، الحلب رح بلش بحلب اول شيء. في تطورات مهمه يمكن للجيش السوري، اقل انه صد هجوم كان واعد ما يسمى. في شيء اهم. شو عندك؟ الاكراد. اي صح، رح اوصل للاكراد بدي اختم فيهم بس لا امشي بحلب اول شيء. حلب مفتوحه شرايينها على المدى التركي. نعم، بيبعث مثلا الرئيس الاسد، وانا بعرف قديش حلب بتعني له واكثر ما انت بتتصور، وانا سامع من الرئيس الاسد اول مره بقولها كلام عاطفي اتجاه حلب ما بتسمعه اتجاه اي مدينه اخرى بسوريا. كل ما الجيش العربي السوري والمقاومه والدفاع الوطني بيبعثوا 5000 بيقوموا هوليك بيبعثوا 10، نعم بيبعث 100 صاروخ بيقوموا هوليك بيبعثوا 200 صاروخ، وخاصه صواريخ التاو اللي خلت كل الدبابات السوريه تحت مرمى النيران. اللي صار انه الاكراد نزلوا على الحسكه على القمشله طل ابيض ومكفين على عفرين. صحيح، عم بيفصلوا بعضه، عم بيفصلوا مش عم بيربطوا ببعضه. ليش بدنا نشوف بعين واحده دائما؟ ليه تضلكم متشائمين؟ لانه انا بدي اصفي عليك احسن ما تقلل وجهه النظر تبعك. عم بقول لك وجهه نظر ثانيه. اولا للمره الالف الارمن والكراد مظلومين بهيدي الامه التعبانه. نعم، وقلنا 100 سنه بنتعاطى معهم انه نغرب. نعم، هن جزء من نسيجنا. يي عال ما حدا قال العكس. لنكفي بس لحظه، هن جزء من النسيج بس اليوم. ايه؟ الاهداف تبع الاكراد مع المواكبه الجويه للتحالف. ايه؟ الدولي هو تقسيمه او ليش؟ لا ليش عم بسألك. ليش الاكراد وقت اللي بيقاتلوا مع عاصم سليماني بنعمل حالنا مش شايفين، وبس يقاتلوا يكون الطيران الامريكي فوق منه بنعمل حالنا شايفين؟ ليش ببرج حمود طبيعي يكون رئيس البلديه ارمني، وليه بالحسكه بده يكون المحافظ مدري من وين؟ أنا مع المحافظة على الخصوصية الكردية ومع المحافظة على الخصوصية الأرمنية بهذا الشرق ضمن وحدة سوريا، بس ضمن الدولة المركزية بالمعنى العسكري. شو عم بيصير؟ إجوا هالكراد حسكة قامشلة طل أبيض ونزلين على عفرين، عم بيعملوا خط عازل بين تركيا أردوغان هذا الإخوان المجنون وبين حلب، وبالتالي راح يوقفوا شرايين الضخ للمقاتلين والمسلحين على حلب. بين إنه يكون الكردي عم يعمل للدولة السورية خط عازل، وبين انه يكون موجود الشريان ومفتوح، لا انا مع الخط العازل الكردي. وما بتخاف انه هذا الخط العازل يتحول لطموح تاني بعدين؟ ملف الكردي مع اللواء علي مملوك يمكن اول مره بنحكي على الهواء. نعم، كمان صديقنا وبنمون انه نحكي عنه لابو ايام، صديق وصديق كبير. اللواء علي مملوك ما بتعرفه، بس اذا صح لك بكره تتعرف عليه بتعرف قديش هو حدا ما فيك تضحك عليه. نعم. فهذا الملف هو عنده. وضحت. موضوع واضح. وضحت. اليوم في نظرية بتقول انه بإطار العمليات اللي عم بيقوموا فيها الأكراد، عناصر الغير السوريين عم تتجمع مع داعش لمواجهتهم، العناصر السورية عم تنزل على حلب. مزبوط الكلام او لا؟ لا، ما في ليك خلطة ببعضهم. هن اللي صاير جبهة النصرة 40% من عرب واجانب و60% سوريين. داعش بالقلب 60% عرب واجانب و40% سوريين. هذا المقاتل بتسقط عنده الهويه. يعني كيف انت بتقول، واليوم حكينا كثير عن الحزب السوري القومي الاجتماعي. نعم. كيف بتقول القوم العراقي مع القوم الشامي مع القوم اللبناني مع القوم الفلسطيني ببطل تميزهم من بعضهم البعض؟ كمان ذات الامر بموضوع هول الاسلاميين. هول الاسلاميين ما بيميزوا بهويات ضيقه وما بيعني لهم الهويات الضيقه الكيانيه، هن بيحملوا هويه إسلامية بين هلالين. لا أختم الحلقة لأنه ما فينا كتير مدد عن رالي بعد. نعم. بعد آية رح أختم. أنتوا بالأو تي في بغب عالبكم التمديد. حتى بهذه الشغلة مع أنه ما نحبك. بالموضوع السوري ختاما بالسياسة، صار في أكثر من حدث خلال هذا الأسبوع. ولي العهد السعودي بروسيا، البعض راهن على تغيير موقف روسي، إجا موقف بوتين الدعم للرئيس الأسد لينفي هذا الوضع، وعندنا البنتاغون يعني بيقول نواجه صعوبة في تجنيد قوات المعارضة السورية. واللبيب من الإشارة يفهمه موقف اللي نحكى عن الروسي هو بيشبه موقف هذا السفير المرد اللبناني الموجود بروسيا. نعم. نفسه هو ذاته اللي قال إنه ميشيل عون ما بدهن الروس رئيس للجمهورية، هو ذاته هذا المطبخ قال إنه الروس استغنوا عن الرئيس الأسد، هو ذاته هالمطبخ اللي راح كذب على لسان الرئيس تمام إسلام ويعطيه العافية إنه عمل بيان رسمي ووضح ونقلوا كلام كذب عن الرئيس المشير السيسي. هي جريدة المستقبل اللي كذبت. كذابين، هيك أحلى كلمة يعني تصيبهم.
بيطلع رئيس تمام اسلام بيقول له المشير السيسي ضبوا على بعضكم وهو الاخوان المسلمين مجموعه من القتله وهذا الارهاب اللي عم بتواجهه سوريا نحن بنخاف يتمدد للبنان، بيطلع مع جريده المستقبل انه السيسي قال له ايام الاسد معدوده. صح تحضر للسقوط. صار في اتصال من الجانب المصري بالرئيس تمام اسلام واضطر انه يعمل بيان رسمي يكذب فيه اصدقائه بتيار المستقبل، هذا هو ذات المطبخ اللي عم بيطبخ كل هذه الاخبار. وضحت لك انت. يعطيك العافيه. شكرا لك. سامحونا اذا مطرح مثل العاده نرفزنا والدنيا رمضان، بس في شغله بتنرفز، الشيخ نعيم قاسم وخينا وحبيبنا علي بزي ما بيسوى ينحطوا بنفس الميزان مع سمير جعجع مع مي الشديان، اللي عم بيطلب فيزا حج، اللي عم بيطلب فيزا حج غير اللي عم بيروح يشحد ليفتح مؤسسه، اللي عم ينقال عنه عبر مخبر مدري مين مدري شو لحتى ينعمل اسفين بين حزب الله وحركه امل، غير اللي رايح يدعي بحقوق الانسان والمراه وهو واقف قدام مملكه الظلم عم يشحد. مره من جديد كمان سامحونا على الاو تي في كنا صريحين وجريئين خاصة بموضوع التعيينات الأمنية العسكرية. نعم. صديقك من صادقك لا من صدق عليك، عدد كبير من الضيوف اللي هون برات البلاتو بيحكوا معك شيء، بيطلعوا لهون بيحكوا معك شيء تاني. أنا عقولة السوريين شكلين ما بحكي. اختبرناك يمكن بعدة مطارح هيدا القصة. شكرا لك سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، على أمل لقاء غدا في حلقة جديدة من حوار اليوم.